بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي قسم الاقتصاد الجامعة الأردنية. أنا من جديد دكتور غازي العساف، معكم منسق مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي. في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الأخيرة المخصصة ضمن منهاج Principles of Microeconomics، so this is the last lecture guys، سنغطي الموضوع الأخير المتعلق بالماركت ستراكشرز، وهو موضوع البيور مونوبولي أو الاحتكار الكامل. كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، قلنا أن السوق الأول والأهم هو سوق المنافسة التامة، وهو السوق المعياري. ثم ننتقل يعني مرة أخرى إلى السوق الآخر على النقيض الآخر، وهو الاحتكار الكامل، ونسهب يعني به قليلا. ثم يعني نستعرض أنواع الأسواق الأخرى، الأوليغوبولي والمونوبوليستيك كومبيتيشن، يعني بدون أي تفاصيل، وفقط استعراض سريع للخصائص والشروط التي يجب أن تتوفر في هذين السوقين. في هذه المحاضرة سيخصص الجزء الأبرز منها على سوق الاحتكار الكامل أو البيور مونوبولي. وفي سوق الاحتكار الكامل، هو برجع بذكركم، قلنا في سوق المنافسة التامة أنه هو السوق الموديل ماركت الذي نقارن به كل الأسواق الأخرى. على النقيض الآخر، في الجزء الآخر من الأسواق، هو سوق الاحتكار. الأنواع الأخرى، النوعين المتبقيين، هما أنواع in between بين المنافسة التامة والاحتكار. فبالتالي الآن ستحدث عن the other extreme case اللي هي pure monopoly. pure monopoly اللي هو الاحتكار الكامل، خصائصه وشروطه. الآن ما المقصود بالاحتكار؟ هو تفرد بائع واحد أو منتج واحد، solo producer بسموه، ببيع وإنتاج سلعة ليس لها بدائل. فهي النقطة مهمة جدا، إنه هي عبارة عن سلعة ليس لها بدائل قريبة وجيدة في السوق. لو كان في عنا منتج ببيع سلعة، وهذه السلعة هناك بدائل لها تباع من قبل منتجين آخرين، لا يمكن أن نقول عن هذا حالة احتكار، pure monopoly. بالتالي المحتكر أو البائع أو المنتج الواحد نسميه monopolist أو monopolist. هلأ في مونوبسونيست هو احتكار شراء يدرس في مواد أخرى، لكن المنتج الواحد نسميه مونوبوليست أو نسميه محتكر بيع، يعني محتكر في بيع السلعة المعينة. في بعض الكتب ممكن يكون في مصطلح اسمه مونوبسونيست اللي هو محتكر شراء، وهذا يؤخذ في مواد يعني أكثر تقدما. بالتالي خصائص الاحتكار من تعريفه هي عبارة عن ثلاث خصائص أو شروط، ممكن we can say يعني these are the main characteristics of monopoly or having pure monopoly. Having only one producer, solo producer, and we call it monopolist. وهذا عادة is acting as a price maker. يعني زي ما حكينا إنه the perfect competitive firm is a price taker. يعني تأخذ السعر كما هو، لا تستطيع التحكم في السعر زي الميني ماركت. بينما المونوبوليست they are acting as a price maker. They are making the price. Sometimes they call it price setting firm. يعني هي المنشأة التي تضع السعر وتحدد السعر through controlling the quantity in the market. يعني من خلال تحكمهم بالكميات في الأسواق يستطيعوا التحكم في الأسعار. يعني نضرب مثال، في فترات رمضان التي نعيش حاليا على سبيل المثال، بعض المنتجين أو بعض البائعين يقوموا بتخفيض الكميات الموجودة فيه، تخبئتها، وبالتالي هذا يؤدي بدوره إلى تقليل الكميات المعروضة، فبصير طلب وعرض، الطلب يزداد، العرض قليل، هذا كله يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. فتحكمهم في الكميات يؤدي إلى تحكمهم في الأسعار، فبالتالي they are acting as a price maker، عكس المنافسة التامة. اثنين، عدم وجود بدائل جيدة للسلعة، يعني no perfect substitutes للgood، no perfect substitutes، the only good is sold by this producer. ما في عندنا good or perfect substitutes، سلع يعني بديلة لها بشكل كبير. والثيرد characteristic اللي هي عبارة عن أنه هناك وجود عوائق معتبرة تحد من دخول المنشآت إلى السوق، فبالتالي قد تكون هاي العوائق قانونية، أن الدولة أعطت حق امتياز، لا يستطيع منتج آخر أن ينازع أو ينافس هذا المنتج، أو قد يكون سيطرة نسموها natural monopoly، احتكار طبيعي من خلال السيطرة على المواد الخام. يعني شركة الفوسفات لا أحد يستطيع أن يأتي وينافسها، لأنها تسيطر by default على الأراضي في المناطق التي تحتوي الفوسفات، فلا تستطيع أي شركة أن تأتي وتنافسها، فسيطر على المواد الخام. فبالتالي في عندنا three characteristics،
الأول إشي إنه عندنا one producer one seller no perfect substitutes we have significant barriers to enter the market. فبالتالي هاي الشروط إذا تحققت بنسميها احتكار. الآن لو كان عندي منتجين مش منتج واحد ببطل احتكار، بيصير طبعا duopoly أو بسموه oligopoly ضمن احتكار القلة. الآن ما يهمنا في هذه المحاضرة اللي هو مرة أخرى كما شرحنا في محاضرة المنافسة التامة هو تحديد الوضع التوازني للمحتكر، يعني we need to determine the equilibrium situation for the monopolist. الآن how to determine the equilibrium situation، يعني what do we mean by determining the equilibrium situation؟ It means that we need again to determine what is the optimal quantity that should be produced that will maximize your profit or minimize your loss. فبالتالي ما هي الكمية التي يمكن أن تعظم ربح هذا المحتكر أو تقلل خسائره لو كان في عندنا خسائر. فبالتالي الـ profit maximization rule will be the same as we did before اللي هو produce at when يعني الشرط اللي بيكون عنده المار MR يساوي MC. So at that rate of output where MR equals MC يعني marginal revenue يساوي marginal cost. أي كمية الإنتاج المثلى تتحدد عندما يتساوى الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية. يعني أنا بنتج 100 وحدة، قررت أنتج الوحدة رقم 101، بشوف كم ضافت للإيراد، هاي معنى إيراد حدي، إيراد الوحدة الأخيرة، وهاي 101 كم أضافت للتكاليف، التكلفة الحدية. إذا أرادت للإيراد أكثر مما أرادت للتكاليف بنتجها، وإذا أرادت للتكاليف أكثر مما أرادت أو أضافت للإيراد ما بنتجها، لما بتوقف لما بتساوي تماما. الآن in order to start and proceed with this condition guys let's think about the demand function for the monopolist. الشخص المحتكر ما هو دالة الطلب يعني له. الآن خليني بس أرجعكم للperfect competition. وإحنا قلنا إنه الperfect competitive firm المنشأة العاملة في سوق منافسة تامة هي منشأة لا تستطيع التحكم في الأسعار، فبالتالي السعر سيكون ثابت is given by the market وهو نفسه منطبق على منحنى الطلب إذا بتتذكروا. فكان عندنا الـ MR والـ AR والـ D هذا اللي بتهمني الآن demand والـ price كلهم عبارة عن horizontal line. فبالتالي is given the price is determined by market forces. فبالتالي لا نستطيع التحكم في السعر. القصة هنا اختلفت لأنه because I am a monopolist أنا محتكر وأستطيع التحكم في الأسعار من خلال التحكم في الكميات. بالتالي لنبدأ من دالة الطلب المعكوسة وهي is given as follows. This is what we call it sometimes inverse demand function. And why do we write it like this? Because it means that we can control the price through controlling the quantity. This is the behavior of monopolist. فنستطيع التحكم في السعر من خلال التحكم في الكميات. طبعا إذا زدت الكميات بخفض السعر وإذا قللت الكميات بزيد السعر، زي ما بيصير في رمضان أو في أوقات معينة بتحكم في الكميات عشان أتحكم في السعر، بخفض الكميات بزيد السعر، بغرق السوق في الكميات فبقلل السعر. فهاي يعني العلاقة represented by this inverse demand function. طيب هاي P شوف أنا كتبتها معكوسة لأنه إحنا هي بتكون Q in terms of P، هي هون P in terms of Q. الآن what is TR؟ ما هو الإيراد الكلي؟ دالة هاي دالة الطلب المعكوسة، هو عبارة عن حاصل ضرب P في Q. فبنيجي نضرب هاي الدالة هون ب Q. بالتالي TR equals P times Q. This is P times Q. So this will be AQ minus BQ squared. يعني ضربنا هاي بس بQ. هاي سميناها دالة الإيراد الكلي. لاحظ أن دالة الإيراد الكلي هي دالة تربيعية. فبالتالي الدالة التربيعية هنا دالة مش لينير زي حالة المنافسة التامة. تتذكروا لما رسمنا في التوتال أبروتش فانكشنز TR مع TC كانت TR الP ثابت فكان الميل تاعها ثابت فكانت straight line it goes from the origin point up فبتطلع تقريبا upward sloping. الآن ما هي دالة الإيراد الكلي أو دالة الإيراد الكلي؟ هاي دالة الإيراد الحدي هي المشتقة الأولى. ما راح ندخل كثير برياضيات في مستوى المبادئ بس رياضيات بسيطة جدا. ما هي الفيرست ديريفاتيف للتي ار؟ لأنه هي عبارة عن دلتا اللي هي عبارة عن دلتا تي ار على دلتا كيو، فهي عبارة عن ميل مماسات المرسومة على التي ار. يعني MR is simply the slope of TR, the slope of the tangent lines drawn to TR. بالتالي that equals to شو المشتقة الأولى لها؟ يعني خلاص المشتقة الأولى لها هي عبارة عن دالة الـ MR تساوي A minus 2BQ.
فبالتالي A minus 2BQ هو دالة الإيراد الحدي. إذا بتلاحظ أنا هون الB حاطها بالأحمر و2B حاطها بالأحمر. شو الفكرة من كل هذا الكلام الإثبات البسيط؟ إنه بدنا نلاحظ الميل أو الفرق بين ميل دالة الطلب وميل دالة الإيراد الحدي، كلاهما نيجاتيف داونورد سلوبينج كيرف، رايت؟ لكن الفكرة إنه ميل دالة الإيراد الحدي هو 2B، ميل دالة الطلب المعكوسة هو B، فميل دالة الإيراد الحدي هو ضعف ميل دالة الطلب. So the slope, this is the conclusion guys, the slope of M يعني the slope of MR function is twice as steep as the slope of demand function, of the inverse demand function I mean here. The slope of MR is twice as steep as the slope of demand function. فبالتالي لو بدي أرسمهم أنا رسم، هلا راح أفرجيكم الآن كيف يكون دالة الطلب downward sloping usual demand curve، مش horizontal زي المنافسة، downward sloping curve، وميل دالة الـ MR ضعفها، فبيظهر بمحل هندسي أقل منها فضعفها. طبعا راح يكون هو المسافة المنتصف بين الـ vertical axis والدالة الموجودة دالة الطلب، فبيكون بنص المسافة تقريبا لأنه ضعف ميله هون. فبالتالي هي أهم شيء. فأول ملاحظة أن دالة الإيراد الحدي لن تنطبق على دالة الطلب في حالة المنافسة التام، في حالة الاحتكار كما في المنافسة التامة، وإنما ستظهر بمحل هندسي أدنى من محل الهندسي لدالة الطلب. خلينا نشوف هاي الرسمة الآن. الفكرة الأساسية اللي هو تحديد توازن المنشأة الاحتكارية أو المحتكر، يعني we need to determine the equilibrium situation for a monopolist. مرة أخرى زي ما قلنا، تذكروا الجواب على السؤال الأول والجواب على السؤال الثاني، لكن هنا نبحث عن النقطة الثانية وهي where MR equals MC. So we first search for the MR equals MC. So this is the crossing point. This is the يعني the most important point we look at to start our analysis. فهي النقطة الأساسية. لاحظ الآن MR MC أول ما تقاطعوا هون، النقطة اللي نزلت هون هي 5، بالتالي الكمية المثلى التي يجب أن ينتجها هذا المحتكر هي 5. لأن ما بكون عادة السعر هو 22، لا، الرفليكشن لأنه الديماند افترق. لاحظ كيف رسمنا، هاي منحنى الطلب، منحنى الMR هو ضعف ميله، فبالتالي افترق عنه، ما عادوا منطبقين هوريزونتال لاين كما في المنافسة التامة. فكيف يحدد؟ هيك حددنا الكميات. طب ما هو سعر البيع؟ سعر البيع الآن يعني يحدد من خلال تقاطع أو من خلال الرفليكشن تاع الـ MR على منحنى الطلب لا اللي هو 30 دينار أو 30 دولار هنا. فبالتالي كيف حددنا سعر توازن كمية توازن هنا؟ نقطة التقاطع بين MR MC، هاي الكمية التوازنية، الرفليكشن على الديماند حدد لي كم سعر البيع الواجب يعني البيع به في سوق الاحتكار. تمام. طيب الآن خلينا نأخذ مثال، يعني نحكي عن الـ Profit Maximization. الآن هذا هل ننتج أم نغلق؟ إحنا هون فقط حددنا سعر البيع وكمية التوازن. طيب هل ننتج أم نغلق؟ هذا الجواب يعني يتطلب مقارنة سعر البيع الـ Price بالـ Average Total Cost والـ Average Variable Cost. إذا بتتذكروا إحنا هون ماخذين الديماند والام ار على طول. اذا بتشوف الرسم بهذا الشكل اعرف المنشاه عامله في سوق احتكار. يعني قد تسال انه هذه المنشاه عامله في اي سوق من الرسم هيك بدون اعطاء اي معلومات اضافيه. اذا شفت الديماند والام ار هيك شكلهم اعرف انه نحن في سوق، نشغل في سوق احتكار. هناك قوه سوقيه، واضح انه الديماند كيف از داونورد سلوبينج، وكل ما زاد داونورد سلوبينج كان ستيبر كل ما كانت القوه الاحتكاريه اكثر. الان هي الام سي زي الصح بيكون بس هيك شكله، وهي الـ MR. وين النقطة المهمة هون؟ هيها التقاطع. الآن راح أحدد لك النقاط. بالتالي هاي النقطة بتنزل خط عمودي، فبالتالي الكمية الواجب إنتاجها هي 4، وبترفع خط عمودي reflection على الديماند عند 10، فبالتالي السعر 10. طبعا عند هذا الخط اللي هو reflection على الديماند كيرف أعلى من الـ ATC، بالتالي واضح أنه في ربح. تمام؟ خليني أحددهم الآن معكم هون. شوف هاي النقطة، نقطة D هي النقطة المهمة، دي والرفليكشن دي على الديماند كيرف حددت لي السعر والكميات. فبالتالي هذه المنشاه يجب ان تنتج 4 يونتس اللي هو كيو ستار اند سيل يعني ذس كوانتيتي فور 10 دولار. فبالتالي السعر 10 دولار والكميات هي 4. طيب لاحظ اول هاي النقطه لما قطعت الاي تي سي، بالتالي
هذا الريكتانجل، هذا المستطيل يعبر عن البروفيت اللي هو بحققه هذا المحتكر، والبروفيت هو عبارة عن الاريا اوف ذس ريكتانجل. 10 ناقص 8 2 مساحته اللي هي الطول في العرض، وهنا الضلع هذا مساحته اللي هو الايش عباره او طوله هذا عباره عن الكميات، فبالتالي 2 ب 4 يساوي 8. فهون اذا بدي سالتك او اجاك سؤال ما هو الربح الذي يحققه هذا المحتكر، بنفس الطريقه اللي حلينا فيها في المنافسه التامه، لكن هون اختلف الدي والام ار لكن نفس التحليل. فهذا هو البروفيتس حسب ناطل قيمته 8. تمام. طيب الان لو بدي اقارن وضع المنشأة في سوق المنافسة التامة والمنشأة في حالة الاحتكار اللي هي الحالة اللي نشرحها في هذا الشابتر، لو ممكن يكون في سؤال، لو كانت المنشأة الآن حالة احتكار فبالتالي كيف تحدد الكميات والسعر الذي يجب أن يتباع به هذه الكميات؟ كما يعني أظهرت قبل قليل MRMC، هي MRMC وينها النقطة؟ هيها، هي MR وهي MC، فهيها النقطة أنا آسف. بالتالي هاي الكميات وهي الامار، هاي بس حالة خسارة قبل، شوف هنا لانه لاحظ انه السعر هون قبل، بس ثواني خليني ارجع هون، لاحظ انه هنا هاي الام سي هاي الاي تي سي، واضح انه السعر اعلى، برضو حالة ربح، انا اعتذر هون حالة ربح برضو، لكن هون بدي اقارنه الكيو ام هي الكوانتيتي للمونوبوليست اللي هو في حالة البيور مونوبولي، وهون البرايس للمونوبوليست السعر اللي ببيع فيه. وهون راح افرجيك انه ليش المحتكر دائما في ابيوزنج، يعني في استغلال، ببيع بسعر اعلى وبنتج كميه اقل. لو سالتك سؤال، لو كانت المنشاه، طبعا هون في ربح زي ما قلت لانه السعر اعلى من الاي تي سي، لو كانت المنشاه تشغل اوبريتنج ان ا بيرفكت كومبيتيشن ماركت ستراكشر اور اتس ا بيرفكت كومبيتيتيف فيرم، كم الكميه التي يجب ان تنتجها؟ وات از كيو ستار ان ذس كيس اند وات از ذا برايس ذا اوبتيمال برايس؟ الان خليني بس عشان أسهل عليكم، تذكروا وين كان منحنى الطلب أو منحنى العرض في حالة المنافسة التامة، وحتى هو كان الجزء الصاعد من دالة الMC، فبدي أعتبر الMC هو منحنى عرض، وين منحنى الطلب؟ هي منحنى الطلب. فبالتالي إذا كنا في سوق منافسة تامة، السوق سيحدد الطلب والعرض، وين الطلب والعرض؟ هي النقطة اللي هون. فبالتالي هاي النقطة الآن، هاي X، شوف هاي نقطة X حددت لي مرة أخرى، شايفين النقطة هاي؟ هاي النقطة X حددت لي هون أن الكمية الواجب إنتاجها فيما لو كانت المنشأة تشغل في سوق منافسة تامة هي QC، يعني Quantity in Competition، وهذا السعر الذي يجب أن يتباع به هذه الكمية PC Price at Competition. بالتالي لاحظ السعر كان أقل والكمية أكثر، عشان هيك الاحتكار مش كويس لأنه ببيع بسعر أعلى وبنتج كميات أقل. تمام. وهذا تقريبا Competitive Short Run Equilibrium، وهذا Monopolist Equilibrium. تمام. طيب شوف هنا، يعني بعطيك انه في اللونج ران كومبيتيتيف فير مش مجال حديثنا. مهم الان تفهم كيف يتحدد الوضع التوازني للمنشأة العاملة في سوق الاحتكار. وضع توازني يعني بدك تحكي لي كم يجب ان ينتج وبكم يجب ان يبيع وكم يحقق ربح، كم المقدار المستطيل اللي حكينا عنه. طيب طبعا تقارنه بالاي تي سي. الان لو واحد سالني انه ننتج ام نغلق، طبعا المحتكر يعني هو محتكر، اذا لم يحقق ربح عاده يغلق، يعني ما في داعي يشغل. لكن مره اخرى نقارن بالاي في سي، لكن على الاغلب اي سؤال ممكن يكون له علاقه فقط بمقارنته بالاي تي سي افريج توتال كوست. مصطلح اخر ومهم ايضا له علاقه بالاحتكار بنسميه برايس ديسكريميشن او التمييز السعري او التمييز الاحتكاري. ليش بندرسه ضمن هذا الشابتر؟ لانه ضمن شروط تحققه يجب أن يكون ضمن أو من ضمن شروط تحققه يجب أن يكون هناك احتكار أو قوة احتكارية. بالتالي ما المقصود بالتمييز السعري وتمييز احتكاري؟ وهذا بيصير في حياتنا، يعني حياتنا العملية كثير بس بجوز ما بننتبه له، اللي هو بيع نفس السلعة بسعرين مختلفين، يعني you charge the same product with two different prices. هاي معنى price discrimination. This is what we mean by price discrimination. فبيع نفس السلعة بسعرين مختلفين. لكن in order to have يعني a successful price discrimination, يعني it works well, you have to have three conditions. أول شرط إنه حتى ينجح التمييز السعري، وهي الشروط مهمة ممكن يكون في عليهم سؤال، أن يكون هناك قوة احتكارية، يعني you have some market power, full or some market power, ability to isolate market. أو to isolate markets، لأنه نتحدث عن أسواق الآن،
يعني السوق تاعك ممكن تفصله أو الأسواق تاعتك ممكن تفصلها. طبعا الايسوليشن قد يكون زماني أو مكاني، يعني ممكن تفصل مثلا الخدمة المتوفرة أو السلعة زمانيا أو مكانيا، وراح أعطيك مثال يعني كمان شوي. واختلاف مرونة الطلب السعرية بين السوقين، اللي أضرب لك مثال الآن، الدقائق الخلوي أو الإنترنت الجيجا بايت مرات في الليل فترة المساء بيكون تباع بأسعار مختلفة عن الدقيقة اللي خلال النهار أو الجيجا بايت خلال النهار. ليش؟ طب ما هي نفس السلعة ونفس الجيجا بايت ونفس المقدار، لأنه بيكون في هاي الشروط، قوة احتكارية، شركات الاتصالات تعتبر من يعني حالة الأسواق اللي فيها احتكار أو قوة احتكارية بس مش احتكار كامل، في فصل زماني، صعب تستخدم الجيجا بايت بالليل خلال النهار أو صعب تستخدم الدقيقة في الدي تايم خلال النايت تايم، وفي اختلاف بمرونة الطلب السعرية. طيب فبالتالي لو سألتك سؤال الآن، أظهر لك رسم ومتى نبيع السعر الأعلى ومتى نبيع السعر الأقل، هي معنى تمييز سعري. أو مثال آخر، الكيلو وات اللي يباع من شركة الكهرباء للقطاع المنزلي يباع بأسعار مختلفة تماما عن الكيلو وات اللي يباع للقطاع التجاري، بس صعب تيجي تستخدم الكيلو وات في المنزلي تستخدمه للتجاري، أو العكس، التجاري كثير أغلى من الكيلو وات بس هي نفسها كلها كهرباء، فهذا بيسموه تمييز سعري. ومرات التمييز السعري، السلعة تباع في الأردن تباع في الكويت أو تباع في دولة أخرى مجاورة بسعر مختلف، مش لأنه في نقل، ممكن يكون سعر أقل هناك مرات بس في يعني شروط معينة. الآن خليني أضرب لك مثال، الآن لو فكرت بالجيجا بايت أو الإنترنت، متى بنحتاجه أكثر؟ بنحتاجه أكثر في الدي تايم ولا في النايت؟ عادة في الدي تايم نحتاجه أكثر، فبالتالي الطلب على التواصل أو على الإنترنت أو على دقائق الاتصال في الدي تايم غير مرن. شو يعني؟ يعني مهما غيروا الأسعار أنا محتاجه، فبالتالي لن يستجيب كثيرا، بينما الطلب على هاي الخدمات بالليل عادة بكون مرن، يعني مش سلعة ضرورية حيكون، يعني لو بدي أقارنها بهاي الطريقة. فبالتالي أنا راح أبيع will charge higher price when demand is inelastic and will charge lower price when demand is elastic. صح؟ يعني لما كان الطلب، لما حكيت في الدي تايم يعني طلب غير مرن، بالتالي انا راح احط السعر الاعلى، راح ابيع الجيجا بايت بالدي تايم بسعر اعلى والدقيقه بالدي تايم خلال اليوم بسعر اعلى، لانه الطلب غير مرن، انا بعرف انه محتاج، فمهما رفعت الاسعار ما راح يتاثر، راح يضل يحتاج انه يستخدم انترنت خلال الدي تايم، بس بالليل الطلب مرن، فبالتالي انا راح ابيع بالسعر الاقل لانه لو رفعته راح يستجيب كثير. وهذا يمكن توضيحه من خلال هذا الرسم البياني. طيب شوف هنا، يعني من خلال هذا الرسم البياني في عندنا الماركت، هذا السوق، وفي عندنا اللي هو هون الماركت الاندستري، وهون عندي سوقين، يعني السلعة بتطلع من هون تنباع بإلاستيك سب ماركت وإن إلاستيك سب ماركت. الآن لاحظ أنه هاي الديماند وهي الام ار التكلفة واحدة، يعني بتطلع الجيجا بايت تكلفتها على السيرفرات نفسها فعليا، لكن بيطلع هون السعر، فهي السعر لاحظ اختلف هون، طبعا بجوز الرسم مش كثير واضح، لكن اذا بتتذكروا كان هناك علاقة عكسية بين ميل منحنى الطلب، انا خلينا نفكر بهون، طبعا هذا ميل منحنى الطلب وهي ميل منحنى الطلب في السوق الاول والسوق الثاني، السوق غير المرن والسوق المرن، السلوب طبعا علاقة عكسية، يعني كل ما كان ستيبر، هون ستيبر هذا في الانيلاستيك، كل ما كان، إذا كان ستيبر بيكون الميل أعلى يعني المرونة أقل، علاقة عكسية أخذناها زمان، وإذا كان الميل أقل بتكون المرونة أعلى. فبالتالي هذا السوق لو ما كتبت هون ترى إلاستيك انيلاستيك، تقدر أنت من الرسم المنحنى ذو انحدار شديد معناته غير مرن، ذو انحدار أقل معناته يعني مرن، ممكن أرسمها هذا شوي انحدارها أقل. لاحظ انه هي السعر طلع من هون، السعر هو نفسه الكوست لهم تماما، تمام، هي هون، فبالتالي اول ما قطع الام ار، اول ما قطع الام ار، لاحظ طبعا هي هذا كانه طالع منهم هون، هي نقطه تقاطع ام ار مع ام سي من هون، حددت لهم قديش انا لازم ابيع، فبالتالي هي الكميه هون مباعه، هي الكميه هون مباعه، هي كيو هون، ترى بجوز في خطا في الرسم، لكن شوف السعر البرايس ات ماركت، اللي هو برايس ات ماركت
B الإلاستيك سب ماركت هو قليل والبرايس أت ماركت A عالي. يعني معناته هذه المنشأة مارست التمييز السعري من خلال البيع بسعر أعلى. هاي الكونكلوجن المهمة، البيع بسعر أعلى في السوق ذو المرونة الأقل، والبيع بسعر أقل في السوق ذو المرونة الأعلى. يعني هون هذا بالليل في الجيجا بايت وهذا بالنهار. So we charge a higher price when the market is inelastic, while we charge lower price when the market is elastic. تمام؟ آخر شيء معنا بمحاضرتنا اليوم اللي هو سوق المنافسة الاحتكارية وسوق احتكار القلة، اللي هو فقط one slide guys. مطلوب منك اللي هم آخر نوعين معنا في الماركت ستراكشرز. فقط احنا اتفقنا ان يكون مطلوب اختصارا عليكم الكاركترستكس، خصائص وشروط المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة. ما راح ندخل بتفاصيل وبرسم بياني وكيف تحقق المنشآت توازنها، هذا راح تدرسه في مواد اكثر تقدما ان شاء الله خلال مرحلة دراستك في البكالوريوس. في سوق المنافسة الاحتكارية، فالمطلوب منك تعرف خصائص المنافسة الاحتكارية، خصائص الاحتكار القلة، وتعطي أمثلة عليهم. الآن وجود عدد كبير من البائعين، لاحظ هذا بنسميه monopolistic competition market، منافسة بس احتكارية. لمين أقرب؟ أقرب للمنافسة. السوق اللي بعده أقرب للاحتكار، اللي هو راح نختم فيه محاضرتنا. فوجود عدد كبير من البائعين ينتجون سلعا متشابهة، لاحظ هاي large number small sizes بس حجمهم أكبر شوي، زي المنافسة. فكل الكاركترستيكس هون will be very close to the perfect competition market structure rather than pure monopoly. لكن السلع مش homogeneous, undifferentiated، يعني مختلفة متشابهة. لا توجد عوائق معتبرة تحد من دخول المنتجين منه إلى السوق، وتوجد منافسة سعرية ولا سعرية. لاحظ النوعين pricing و non-pricing competition، وحصة كل منتج تقريبا صغيرة، يعني أكبر شوي من الميني ماركتس. أمثلة على هذا النوع من السوق أسواق الصناعات الغذائية، صناعات الملابس. لاحظ الملابس بعمرها ما بتصير منافسة تامة، لأنه ما بتكون تماما نفس القميص، تماما نفس الشيرت أو نفس التراوزر، فبالتالي أو نفس الشوز. كل صناعات الملابس دائما توصل أقصى حد للمنافسة الاحتكارية. وممكن تفكر بأمثلة أخرى يعني تنطبق عليها هذه الخصائص. آخر شيء معنا اللي هو سوق احتكار القلة، اللي هو الأوليغوبولي. هذاك سميناه monopolistic أو competition، هذا بسميه أوليغوبولي. أوليغوبولي يعني more close to pure monopoly, the things we've done in today's lecture. فخصائصه أقرب للاحتكار، وجود عدد قليل من المنتجين. لاحظ إذا عندنا solo producer, one producer بسميه احتكار. إذا انكسروا صاروا اثنين ممكن يسموه دوبولي أو جزء من الأوليغوبولي. اثنين ثلاثة أربعة خمسة دول يسميهم أوليغوبولي. وجود عدد قليل من المنتجين ينتجون سلعا تقريبا متجانسة، وجود عوائق معتبرة، وتشتهر بالمنافسة اللاسعرية. هاي مهمة نقطة جدا. ليش؟ لأن المنافسة السعرية تعتبر cut throat، منافسة قاتلة تقتل يعني المنافسين. فبتلاقيهم بتنافسوا دائما بأشياء لا سعرية، بعطيك مثلا جيجا بايت أكثر، بس ما بلعب كثير بالاشتراك أو بالسعر. وأمثلتها كثيرة، لكن أبرزها سوق الاتصالات في الأردن، هو عبارة عن ثلاث مشغلين أو أربع مشغلين، فمسميه أوليغوبولي. لما كانت شركة فاست لينك اللي هي زين زمان، كنا في حالة بيور مونوبولي. ممكن بعد عام 2025 تصير مثلا مونوبوليستيك كومبيتيشن، لكن السوق في الأردن قد لا يتحمل. صناعة السيارات أيضا هي أوليغوبولي، شركات معينة مسيطرة على السوق وأحجامها ضخمة كبيرة. فلك أن تتخيل الآن كيف مراحل الأسواق من منافسة تامة لمنافسة احتكارية لاحتكار قلة ووصولا لاحتكار. ومثل هذا النوع من الأسواق اللي هو سوق احتكار القلة تشتهر به، يعني تشتهر يعني فيه أشياء لها علاقة بالتواطؤات أو الاتفاقات الضمنية اللي بيسموها الكارتل. والكارتل هو عبارة عن اتفاق ضمني، يعني مرات بتلاقيهم متفقين اتفاق غير رسمي غير مكتوب، بسموه كارتل أو كولوجن مرات بنسميه إحنا، زي منظمة الأوبيك، بس هذا اتفاق رسمي. بتلاقي الشركات الخلوي اتفقت مع بعض إنها تقسم السوق، الخطوط الجيش لشركة، خطوط الحكومة لشركة، خطوط الجامعات لشركة، فبتحسهم كأنهم مقسمين الحصص السوقية فيما بينهم، وفي اتفاق ضمني بينهم. هذا الاتفاق عادة
يعني بنظم السوق وبحافظ على مصالحهم، وهذا بنسميه كارتل. وفي كثير من الموضوعات اللي ممكن تدخل فيها وتدخل في قضية الجيم ثيري، دخلت وبدأت يعني تفتح الباب على علوم جديدة بدءا من هذه الأنواع من الأسواق، ويمكن التوسع بها. لكن في المبادئ نحن نقف عند يعني هذا المستوى. مرة أخرى احنا بنكون هيك خلصنا مادة الاقتصاد الجزئي، أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من جميع ما تم عرضه خلال هذه الفيديوهات، وإن شاء الله نراكم قريبا في الحرم الجامعي، ومكاتبنا جميعا أنا وزملائي المدرسين والمدرسات مفتوحة لأي استفسار حتى بعد انتهاء المادة. نتمنى لكم التوفيق في امتحانات النهائية التي يعني يتم تقدم لها خلال الفترة القليلة القادمة، وإن شاء الله تكون جميع الفيديوهات التي تم عرضها وتم إعدادها لكل هذا المساق مفيدة بدرجة كافية يمكن رجوع إليها في أي وقت بالنسبة لكم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.